يحسب الاستومك. الاستومك اول شيء يتكون من هذا الرول اوف 2، يتكون من 2 اوبننج و 2 سيرفيس و 2 كيرفتشرز. هذا الجريتر كيرفتشرز صار بوستيريورلي ولاترالي، وهذا الانتيريورلي صار الليسر كيرفتشرز. الاوبننج هاي الكارديك اوبننج وهاي البايلورس اوبننج. الكارديك اوبننج صار سوبيريورلي فوق يم الفندس هذا الكبير، والبايلورس هاي مثل التيوبيلر بعدين هاي اللي يصير جوا. هذا انتيريور سيرفيس وهذا البوستيريور سيرفيس. الاجزاء مالت الاستومك هذا الفندس هذا اللي فوق يصير دم شيب ومملوء بالغاز، وهذا البودي مالت الاستومك هاي انسزورا انجولاريس اللي تفصل الانترم عن البودي. انسزورا انجولاريس وهاي هذا الانترم اللي صاير الجزء بين بين البايلورس وبين البودي اللي يفصل اياه. هذا الانترم هذا الانترم وهذا البايلورس الجزء مالته. نجهز للارتري. الارتري شكل شيء بالليسر كيرفتشرز هو جاستريك، اذا شان فوق نسميه ليفت جاستريك اللي هذا البرانشات مالت ليفت جاستريك ليفت جاستريك ارتري، والجوه يسمونه رايت جاستريك ارتري. اذا شان بوستيريور اللي بالجريتر كيرفتشرز اذا جوه نسميه رايت جاستريك ايبيبلويد، وفوق ليفت جاستريك ايبيبلويد. واكو برانش هنا هذا اللي مال ليفت جاستريك شورت جاستريك اللي يجي من السبلنك. بالنسبه هذا السمك هذا نفس الشيء، كان هاي الفندس هاي اللي فوق وهاي البودي هذا البودي وهاي الانسزورا انجولاريس والانترم والبايلور هاي البايلورس وهاي البايلورس سفنكتر بينهم هاي الكاردييك. الارتري نفس الشيء شكل شيء بالكيرفتشرز، هذا هنا الرايت والرايت وهذا هنا الليفت جاستريك ارتري، وهاي البرانشات مال هذا الرايت جاستريك ايبيبلويك هذا الليفت جاستريك ايبيبلويك سامبل، وهذا هذا الشورت جاستريك شورت جاستريك ارتري. نجعل هذا السبوت. هسه هذا السبوت الثاني وضح الاستومك. هاي الاستومك اول شيء هذا الايزوفيجاس اللي صار فوق، وهذا هاي الاستومك. داخل الاستومك اكو هاي الروجي هاي اللي هي الفول اوف ذا فول مالت الميوكوزا. هذا اللي هو الاومنتوم يتصل بالليسر كيرفتشرز فنسميه ليسر كيرفتشرز اللي يتصل بالليفر بالليسر كيرفتشرز والليفر. اما هذا اللي يتصل بال هذا شوفه يتصل بالرايت بالجريتر كيرفتشرز راح نسميه اللي مثل البرد ينزل على اسمه على الانتستين نسميه جريتر اومنتوم. هذا جريتر اومنتوم جريتر اومنتوم هذا الليسر الايزوفيجاس هاي الاستومك. نفس هذا الميزوكولون ترانسفيرس ميزوكولون هذا اللي راح يتصل بالترانسفيرس كولون اللي صار جوا. هذا شوفه هذا السبوت هذا بس الجريتر اومنتوم اللي صار مثل البرد ينزل على سمول انتستين يتصل بالجريتر كيرفتشرز مالت الاستومك. هاي الستومك شوف هاي هاي هي الستومك اللي صار جوا بلونها حددها لازم اسمها ستومك. الارتريات هسه هذا البرانشات مالت من الاورتا هذا السيليك. السيليك راح ينتهي هذا البرانش اللي رايح للسبلين السبلينك ارتري، وهذا البرانش اللي هو الهيباتيك ارتري الليفت جاستريك ارتري ما بين هنا. هذا السبوت يوضح الارتريات البرانشات مالت السيليك ارتري. هذا البرانش ما انه رايح لفوق هذا يسميه ليفت جاستريك لان هو الوحيد اللي يطلع من السيليك، الرايت ما يطلع من عنده. هذا الثاني هذا اللي رايح باتجاه الليفر شكل شيء على الليفر يسميه هيباتيك ارتري اللي رايح منه هذا الشيء. وهذا الارتري اللي رايح على السبلين يسمونه سبلينك ارتري. هذا السبوت الثاني على الارتري هذا الارتري اللي رايح للسبلين سبلينك ارتري هذا راح منه، وهذا اللي رايح على الرايت راح على الليفر نسميه الهيباتيك ارتري. هذا الارتري اللي نازل نسميه اللي يروح على الثيرد بارت مال الدودنم السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي دائما هذا السبوت اللي وضع بس الفيجاس. الفيجاس انتيريور وبوستيريور. هذا الانتيريور اللي هذا الليفت فيجاس هذا الرايت هذا الابيض مثل الرايت فيجاس راح يكون. هذا السبوت واضح بالجريتر اومنتوم يتصل بالجريتر كيرفتشرز مالت الاستومك هاي اللي نازل لجوا مثل برده ينزل لجوا هاي الدكتور.